يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ساغ الكوزينات. مشاهدينا اينما كنتم السلام عليكم ومرحبا بكم عندنا في احلى مطبخ. جبنا لكم وصفتين كالعاده. الوصفه الاولى تحبوها بزاف ولا هي ان غراتان دو بولي. خليكم مع المقادير تكتشفوهم ونرجع لكم. مشاهدينا ما بدلش من المقادير، درك نبداو في طريقه التحضير. الحاجه الاولى نجيبو ان كاسرول اللي نطيبو فيها هاد لو بولي. علاش خيرت ان كاسرول؟ دوك تشوف واحد الطريقه هذه راح تكون ان بو ديفيرونت. يعني راح نطيبو قبل الدجاج ونحوه في جهه، من بعد نديرو لاصوص بيشامال كيف اكومباني هاد لو غراتان. نشعلو عليها هكذا، نديرو شويه زبده، كما راكم تشوفوا، مع لازم شويه زيت. علاش؟ باش الزبده ما تتحرقش. مشاهدينا هذه الوصفه هذه يعني سهله، انا حاب برك ندير رابيل عليها على بالي تعرفوها ايتو. شي جوست بور فير رابيل، يعني سي بيان دو فير دي رابيل، يعني من داك نديروا حاجه ونعاودوها، يعني بور غاردي يعني لا ما كما يقولوا. هكذا الزيت، عفوا الزيت والزبده راهي يعني راهي تذوب. حنا نقطعوا الدجاج، بهذه الطريقة حنا من الأحسن نستعمل بلوند بولي، نطفيو عليها. من الأحسن نستعملوا البلوند بولي، علاش؟ باش نربحوا الوقت يعني في الطياب. يعني جينيرالمون أنا يعني ندير بزاف لي روسيت، يعني با تخو كومبليكي اون بليس، يعني رابيد، يعني باش يطيب بالخف. ولهذا لازم دائما نخيروا اون فيوند يعني لي ما طيب بالخف. انا خيرت الصدر تاع الدجاج ولا بلون دو بولي كما راكم تشوفوا. وانتم واذا ما عندكمش تستعملوا، يعني تقدروا تستعملوا لا بواتيرين دو دان، يعني صدر تاع لا دان. سينو اقعدوا في هذه الوصفه واستعملوا لو بلون دو بولي كما راكم تشوفوا. نقطعوه اون كوب ولا اوندي كيما تحبوا. هنا راح نديرو ان غراتان كومبلي. واش حاب يقول ان غراتان كومبلي؟ حاب يقول يعني نديماريو طياب، يعني دو ا جوسكا زاد. حاب يقول كو نطيبو الدجاج، من بعد نوجدو لاصوص بيشاميل لا لاباري غراتان اللي رايحه تمشي معاه. وكاين طريقه واحده اخرى وين نطيبو الدجاج وحده، يعني في دون ان بويون. نطيبو الدجاج دون ان بويون ومن بعد يعني نحوه نفتوه ويعني ونزيدو له لا بيشاميل تكون تاني طيب وحدها. من بعد نخلطوهم ونديروهم في الفور يطيبوا. حنا كيما راكم تشوفوا عاود رجعت ولا عاود درت الدجاج في لا كاسرول اللي فيها زبده مع شويه زيت، ماسيزونيو بالملح والفلفل الكحل. نزيدو شويه ملح، هنا نقدروا مام اللي يحب لي زرب يقدر نديروا لي زرب، سينو يعني ما يهمش. كما راكم تشوفوا الدجاج راه يتقلى. حنا درك واش نديرو؟ نقو لا بلونش ونبداو نقطعو في البصل. علاش نقطعو البصل؟ باش يعني باش هاد لو غراتان هدايا يعني يكون اروماتيك. حبي يقول يكون تكون فيه النكهه، يعني ما نديروش الدجاج برك وحده. دي فوا الدجاج وحده يكون فاض، يعني ما فيهش نكهه. واللي هذا نعاونوه بالثوم والبصل.
كما راكم تشوفوا. هنا كاينه طريقه واحده اخرى، كاين اللي يحب الدجاج يعني يكون ناشف، باش يكون الدجاج ناشف لازم يطيب بزاف، يعني الدجاج يطيب حتى وين ينشف، يعني يولي احمر وينشف. انا في الكراتان، يعني الكراتان اللي نحب ناكلهم نهضر على روحي، ما لازمش يعني الكراتان ما لازمش كي ناكلوا لاليمون برينسيبال اللي هو الدجاج اليوم، ما لازمش يكون ناشف، حاب يقول لازم يكون مول. ولهذا الطياب ما لازمش نطيب الدجاج، ما لازمش نخليه بزاف، علاش؟ باش يكمل طيابه في الفوق، يعني من بعد اللي نديروا له لابيشونال. ولهذا يعني نحاولوا نطيبوا الدجاج موتيو كويسو، يعني نص طياب. سي بور سا اللي قلت لكم مليح، يعني مليح كي نكونوا يعني كي يكون الدجاج ديالنا ما يكونش طايب. ولهذا مشاهدينا كي نحبوا ناكلوا الدجاج هذا نعطولو نكهه، يعني نخرجوه من لاصافير ديالو، نقدروا نزيدوا له الكوري، يعني الكوري يمشي مليح مع فهاد لو غراتا. ولهذا يقول لك دي غراتا الانديان، كي تسمعوا دي غراتا الانديان ديروا في بالكم بلي لاصوص او فروماج ولا لاصوص بيشاميل راهي فيها الكوري. درك واش نديروا هنا الدجاج؟ من الاحسن نحوه كما راكم تشوفوا، نحوه يعني نجيب الماسيات ولا انتيرين كما راكم تشوفوا، نعاود نشعل عليها، ندير الزبده، نحط لو بولي هذايا في جهه ونحكم البصل، نقطعه وني منسي، ونزيدوه يعني في لاكاسرول، نقليوه كما راكم تشوفوا. هنا البصل لازم يعني ندبلوه ونزيدو معاه شويه ثوم، يكون الثوم يكون كونكاسي، كما راكم تشوفوا. علاش قلت لكم مشاهدينا تبعوا مليح في هاد لا تكنيك تاع الكراتا هذايا، يعني باش هنا كونسونطريو كامل لي صابر، يعني لوغو يقعد غير في لا كاسرول، يعني ما يهربلناش. ولهذا مليح كي قلينا يعني كي طيبنا شويه الدجاج، درك نزيدوا البصل مع الثوم، ودرك نحكم الدجاج، نعاودوا نرجعوا مع البصل والثوم. هنا واش راح يصرى الدجاج؟ راح ياخذ يعني لوغو تاع ثوم والبصل كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم مشاهدينا ما لازمش يعني الدجاج يطيب بزاف، ودرك عاود نحيه كما راكم تشوفوا. هنايا درك هنا لو بولي والبصل، يعني لونيون البولي والله راهم واجدين. دوك واش يخص؟ خصنا لا بيشاميل، يعني لاصوص بيشاميل اللي لازم نديروها. كما تعرفوا لا باس تاع لا بيشاميل لازمنا ارو، سواء ارو بلون ولا ارو برا. لورو هذايا مخدوم بالفرينه والزبده، حب يقول نحكموا شويه زبده، عاودوا نشعلوا عليها، نخلوها تذوب، من بعد اللي تذوب نزيدو لافارين. هنا يسمى لورو، هذا هو لورو اللي قلت لكم كاين رو بلون وبلون وكاين رو بران. الزبده لازم نذوبوها برك، نطفيو عليها درك، نزيدو شويه لافارين. هنا لي ميجير راهم محطوطين عندكم،
نزيدو شويه فرينه ونعاود، يعني نعاود نشعل عليه. علاش عاود شعلت عليه؟ هنا درك باش نطري فيه هاد اللورو هدايا كما راكو تشوفوا. ودرك مشاهدينا واش ندير؟ نحكم الحليب ونجيب انفوي، نسحق فوي صغير هنا باش ندير لي هاد لا بيشامل هادي ولا هاد لو ليكيد هدايا ولا عفوا لورو هدايا، ندير لي هو يعني في هاد لو ليكيد اللي هو الحليب. كما راكو تشوفوا نحوها من النار، ودرك نزيدو الحليب اللي قعد، يعني نحاولوا نحولوا ماكسيموم دو غريمو اللي فيها. هنا واش نديرو درك؟ لازم لاسيزونمون، يعني نزيد له شويه بواب ونقدر ندير له شويه كوري، يعني سي فاكولتاتيف، يعني اللي يحب. ونزيدو اون بتيت بانسي تاع ملح، يعني باش لو ميلونج هدايا ما يكونش، يعني هاد لا بريباراسيون ما تكونش فاض. كما راكو تشوفو كان يعني تكنيك واحد اخرى مشاهدينا، كيديرو بيشاميل وفيها لي غريمو، تقدروا تجوزوها في الميكسور، تحكموا ان بلونجون ميكسور ميكسور بلونجون، يعني تميكسيوها تولي لكم ليس. ونحركوا عليها كما راكم تشوفوا. هنا نطفيو عليها. هنا لا بيشامل ما خليتهاش يعني كما يقولوا تغلى مليح، علاش؟ يعني باش انا لو بوت في هاد لو غراتا حبيت تكون عندي لونكتوزيتي يعني لداخل، يعني في هاد لو غراتا راني حايب يكون كي يكونوا ناكلوه نحسوا بلي كاين لي اونكتيو، ما لازمش يكون يعني لو بولي الدومين، يعني يكون ساك لداخل. ولهذا يعني سي بور سا لي ما حبيتش يعني ندير لا بيشاميل ترو كورسي، يعني كما راكم تشوفوا قلت لكم مانيش حاب تكون لا بيشاميل يعني ترو ايباس ولا كورسي. علاش؟ يعني باش تكون عندنا داخل لو رامكان تكون عندنا يعني هذيك لونكتيوزيتي تاع لا بيشاميل. كما راكم تشوفوا ودرك ما نقدروش نديرو ان غراتان عفوا سون فروماج. حاب يقول نزيدو الفروماج دركا، والفروماج كي العاده انا نحب بزاف نخدم في الكراتان بالموتزاريلا. كيما راكو تشوفو هكذا
شويه في لي بور يكفي. وكالعاده الكراتا دائما في الفور على 200 درجه حوالي 4 ساعه يكون واجد. كما راكم تشوفوا مشاهدينا لو غراتا بولي راهو في الفور 200 درجه، الفور يكون دائما سخون ب 10 دقائق الافونس، خلوه 4 ساعه ويكون جاهز. مشاهدينا ما نطولش عليكم، نشوفكم بعد قليل في الوصفه الثانيه تاع نهار اليوم. مشاهدينا من بعد كملنا الوصفه الاولى، درك نديروا الوصفه الثانيه اللي راح تكون ان ديو دو شامبينيون على غريك. حاب يقول راح نطيبوا لي شامبينيون يعني على الطريقه اليونانيه. نخليكم مع المقادير تكتشفوهم ونرجع لكم. مشاهدينا ما بعد شفنا المقادير، درك نبداو في طريقه التحضير. باش نديرو هاد لو ديو شامبينيون لازمنا اون سوتوز ولا اون بوال كيما راكم تشوفوا، ونشعلو عليها. هنا لازم سخانه يعني تكون المقله تكون فريمون سخونه. مشاهدينا اون بو با فيغ اون كويزين غريك، يعني ما نقدروش نديرو طبخ يوناني بلا زيت زيتون، ولهذا في هاد الوصفه يعني زيت زيتون لازم يكون كما راكم تشوفوا هكذا. ودرك نبداو في لا ديكوب تاع شامبينيون. كما راكم تشوفوا عندنا ان ديو شامبينيون، حاب يقول عندنا نوعين من الفطر. هنا عندنا لي شامبينيون يعني مارون ولا برن كما راكم تشوفوا، وعندنا لي شامبينيون يعني بيضاء. من الأحسن نبداو بلي شامبينيون يعني بهادوما. علاش؟ يعني باش ما يعني هادو بريميرمون يطول لنا فيها بارابور البيوضة كما راكم تشوفوا. هذه من الأحسن نزيدو نقطعوها على زوج كما راكم تشوفوا. مشاهدينا بدينا لي شامبينيون يعني مارون، درك نزيدو شامبينيون بلون يعني بالبيوضة يعني بهاد. نقطعوهم دائما، نقعدو دائما في لا ميم ديكوب كيما راكم تشوفو. نزيدوهم يعني بهاد الطريقة. دركا نوجدو لا غارنيتور اروماتيك ديالهم اللي رايحة تكون بالبصل والثوم والزعيطرة. علاش؟ باش نبدلهم نكهة. نبداو بالثوم. هنا التوم يكون إكرازي كونكاسي يعني بهذه الطريقة. مشاهدينا هذه الوصفة هذه يعني في اليونان ياكلوها كوم اونتري يعني كوم اونتري شود ولا فرواد، يعني من بعد اللي طيب كاين اللي يحب ياكلها يعني سخونه ولا بارده. ليسونسيال تنكل كوم اونتري. نزيدو البصل. هنا البصل نقطعوه رقيق كما راكم تشوفوا. ونزيدوه
نحاولوا نخلطوا كل شيء مع بعض. نزيدوا برك شويه زيت زيتون، ودرك نديروا الملح، كما راكم تشوفوا، مع لو بوافر، نزيدوا الزعتر، هنا باش يعني النكهة مشاهدينا تكون يعني تكون مليحة. دركا نقدروا نديروا امتي مويمون، يعني نمرقوا شوية برك، ونقدروا نديروا شوية زعفران ولا شويه كوري، يعني كيما تحبوا، والاحسن زعفران شويه برك، كيما راكم تشوفوا. نقدروا درك نزيدوا لا طوماط، سواء نديروا صوص طوماط ولا نديروا لا طوماط فاش، يعني على حساب كل واحد واش يحب يدير. اللي يحب يدير كولي طوماط ولا صوص طوماط يقدر يديرها، سينو يستعمل بلا طوماط فريش كيما انا ندير انا مشاهدينا. كيما راكم تشوفوا هنا لا طوماط نقطعها جوست اون كوب، يعني يكونوا شويه كبار، يعني بهذه الطريقه ولا كونكاسي يعني كيما تحبوا. كيما راكم تشوفوا هكذا، ونعاود نولي لي شامبينيون، نزيد لا طوماط، كيما راكم تشوفوا لا طوماط قطعتها يعني اون كوب ولا اون دي، يعني تكون شويه كبيره شويه، علاش يعني باش ما تدبلش كامل لا يعني في هاد لا بريباراسيون. واذا درتو كولي الطوماط اوتوماتيكمون يعني لو ليكيد هذاك راح ياخذ اللون تاع الطوماطيش، يعني تولي عندكم يعني اون صوص يعني طوماط انفوجي بشامبينيون. نزيدو لا كورياندر ولا معدنوس، يعني حاب يقول بيرسير ولا لا كورياندر، حاب يقول كو سوا الحشيش سوا معدنوس كما راكم تشوفوا. هنا كما راكم تشوفوا مشاهدينا الوصفه كملناها، يعني نخليها تزيد طيب حوالي 3 دقائق على نار هاديه، من احسن النار درك نقصوا عليها كما راكم تشوفوا، نخليها تكمل حوالي 3 دقائق من بعد تكون جاهزه وناكلوها كما قلت لكم مشاهدينا، سواء كومونتري يعني كمقبله ولا ناكلوها كطبق رئيسي، من الاحسن ناكلوها مقبله يعني افيك دي توست ولا مع خبز شويه محمص تجي احسن. مشاهدينا درك ما نطولش عليكم، نشوفكم بعد قليل في الدريساج فينال تاع نهار اليوم. مشاهدينا كما راكم تشوفوا الوصفتين كملناهم، نعاود نذكركم في الوصفه الاولى درنا ان غراتان او بولي كما راكم تشوفوا راهو بيان غراتيني، وفي الوصفه التاليه درنا ديو شامبينيون على غراك يعني الفطر على الطريقه اليونانيه. ان شاء الله الوصفتين عجبوكم وتعاودوهم كالعاده. درك ما بقى لي ما نقول لكم غير
سلام.